الفل. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في برنامج هو فيه. حلقه النهارده يا جماعه نتكلم فيها عن الحرب اللي مش هتخلص، الحرب اللي معانا سنين طويله بين الراجل والست، مره بسبب النكد، مره بسبب اي حرب، يعني ما فيش ايه، ما فيش اسباب مقنعه. المهم ان هو في الاخر خالص يعني ما فيش توافق. ليه؟ ما نعرفش. حرب طول الوقت، ليه؟ ما نفهمش. هتخلص امتى الحرب دي؟ ما حدش يعرف. مع ضيوف النهارده يا جماعه هنتكلم عن الحرب دي هتخلص امتى، وهنفضل لغايه امتى نتكلم عن هو وهي، اصل هو مش عارف ايه وهي ايه، نفس السيناريو اللي بيتكرر كتير. رحبوا معايا يا جماعه بالاعلاميه الجميله امل خليل، واستاذنا الفاضل استاذ علاء السيد رئيس مهرجان الاقصر للفنون. ازيك استاذ علاء؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اخبارك استاذه امل؟ اهلين. ايه الاخبار؟ اخبارك كله تمام؟ تمام. جاهزين يا جماعه نخوض الحرب مع بعض؟ جاهزين. جاهزين يعني ناخد فاصل ونرجع علشان ننكش التفاصيل دي، نطلع اسلحتنا كلها بقى. فاصل يا جماعه ونرجع ان شاء الله عشان نكمل مع بعض الحرب. استاذ امل، ايه الاخبار؟ انت كيفك؟ انا كويس. الحرب باين عليك قوي يعني. استاذ علاء جاهز ولا ايه؟ جاهزين من زمان، من ايام ابونا ادم. ايوه. انا عايز اعرف بقى، احنا مش هنفض الموضوع ده يعني؟ مش الموضوع ده مش هيخلص؟ ما اعتقدش ان هو هيفضل مستمر باستمرار الحياه. هو مش صراع قد ما هو زي ما بيقولوا ربنا خلق الراجل. ايوه بس الاسباب، الاسباب ايه؟ ده ما في، ده ما هو ربنا خلق الراجل على اي حاجه. ربنا خلق الراجل بشكل. ايوه. والست بشكل. تمام. ف وبضديها تتميز الاشياء، ولو كنا احنا الاثنين شبه بعض ما كانش هيبقى فيه يعني انت شايفه ان ان الحرب دي ده عادي؟ انا شايفه ان الحرب دي نتيجه النكد بتاعكم بدايتها يعني. بتاعنا احنا؟ اه طبعا. لكن الست مش نكديه. لا الست بص يعني ده ممكن يكون رد فعل للراجل. من البدايه. تقولي ايه؟ يعني انا مش هقطع كلامك ولا حاجه، بس تقولي ايه ان في ابحاث، الابحاث دي بريطانيه، كان في حد عالم بعد ما عمل الابحاث دي، هو جرب الابحاث ده على 3000 حاله. اكتشف فيها ان الست نكديه وزنانه بمعدل 8000 دقيقه في الاسبوع. انا كلامي هنا علمي، مش ان هو عمل ايه وما عملش ايه ولا بالكلام ده كله، انا مش مقتنع بالمعدل. لا ما هو اكيد عمل على قرد يعني، 8000 دقيقه على بني ادم يعني. انا باقي مكملت اعلى من كده عشان تكون عارف. يعني 8000 دقيقه في الاسبوع، انا ما توقعتش كده. انا عن نفسي، عن نفسي اتوقع ان 8000 يوم، 8000 ساعه. هي الدراسه الى حد ما حقيقيه مقنعه. لا حقيقيه، مش فكره مقنعه. لا مش مقنعة. لا 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 بص معلش، هي الدراسه تمت على الستات انهي بالظبط، الجنس الناعم ولا الجنس الخشن ولا الاقول لك. كمان كان من اسباب اللي توصلوا ليها ان في عصب موجود ورا الاذن عند الست. العصب ده انا فرحانه قوي. العصب ده بيخلي الست طول الوقت ايوه عندها استعداد ان هي تتكلم في مواضيع بشكل كبير، تزن. مش هنقول يعني بتزن، يعني نقدر نقول الزرار بتاع زنبلك في الحته دي. لو لو هي ما قدرت، لو هي عملت كنترول على الموضوع بيبقى صعب غصب عنها. الا لو الحاجه خلصت، بتقعد تحوش كلام كلام كلام، ولازم دي يطلع الكلام ده مع اي حد. فلو ما طلعش مع زوجها يا ويلو،
طبعا فيبدا الموضوع على لو هو ما قدرش يتحمل اصل لو ما طلعتوش على جوزها هتلمي العين من الشباك. هنبدا بقى سكه النكد وانت ما بتسمعنيش وانت ما بتهتمش بيا واتكلم مع مين. طبعا لو كنت مهتم كنت عرفت بالظبط او كنت عرفت يعني عرف لوحده يعني. فهي فعلا دراسه بتقول ان في عصب ورا الاذن الحمد لله يعني الموضوع طلع مسؤول عن ده فسيولوجيا يعني الموضوع طلع التكوين طلع كده حاجه ما حنقدرش نعترض عليها كده بقى كده دي حقائق كده. لا انتوا عايزين تطلعوا النكد من جوايا دلوقتي شكلكم يعني احنا بننكشك بس والله عصب ورا الودن خلي بالك ده يعني احنا يعني احنا كنا مجهزين الكلام ده لا لا خالص طب انا سمعته منك قبل لا كده لا لا خالص صح ولا لا حقيقة. يعني ما طب يعني بذمه ودين كده يعني اتفضل الواحده قاعده في بيتها كافيه خيرها شرها يدخل عليها من بره جوزها من اول ما يدخل يرمي هدومه هنا مش عارفه ايه وعايزها يرمي هدومنا في اي حته يعني اوكي عايزها قاعده له في البيت زي صافي نار وهو يرجع بالشورت المعفن بتاعه أيوة. علينا الحمالات دي قاعده قصاد انت واخده فكره وحشه قوي عن ايه يا جماعه ايه يا جماعه وفي الاخر خالص هي النكديه طب مش يعني العين لا معلش بس حرام ارحمونا شويه احنا عايزين نقول ان مفيش كده اسباب للنكد لا خالص ده تكوين تكوين يعني ده يعني تكوين مين الكلمه بص هو اللي قال ما توجهيش ما توجهيش كلامك ليا انا اهو والله العظيم انا اول مره اسمع الكلام ده دلوقتي هنقيس النكد على العصب بتاعه هو من ورا بعد كده وعجبني موضوع العصب ده ورا الودان نتكلم بشكل يعني عقلاني شويه هو فعلا الموضوع ما ينفعش نقول ان النكد عند الرجاله اكتر ولا عند الستات اكتر لكن ده ما يرجعش ان يعني ما نقدرش نقول ان هي شايفه نفسها شويه لا ثانيه بس هو ايه تعريف النكد اصلا تعريف النكد تعريف النكد يا استاذ علاء معلش لما انتوا جايين ليه خلينا نقول ان النكد بالنسبه لكم ايه النكد بالنسبه لنا ان انا ببقى موجود في حياتي في حاله ايا كانت الحاله دي ايه والاقي الطرف الثاني مصمم انه يخرجني من الحاله دي لحاله وحشه لحاله اسوأ بالظبط سواء بقى الحاله تبقى تقصد حاله رومانسيه حاله هدوء كانت رومانسيه وهدوء بس هو باستمرار فهو هيخرجك ازاي طب يعني مثلا خلينا ناخد مثال انا ببقى راجع من بيتي من شغلي عندي ضغوط في الشغل في الحياه في الشوارع في المرور وببقى محتاج ارتاح فمحتاج اخد جو هادي شويه من الطرف الثاني بتبقى مثلا عندها طلبات عندها كلام عايزه تتكلم فيه في مشاكل بطبيعه الحال عايزه تتكلم فيها ممكن يبقى المشكله ان انا مش بختار الوقت المناسب ان انا اتكلم في ده ده للست اللي قاعده في البيت طيب الست اللي بتشتغل بقى وهي راجعه زيك برضه محدش قالها تشتغل محدش قالها تشتغل لا هنيجي للحته دي بعدين استنى انت بس اللي راجعه هي برضه من شغلها هي عايزه ترتاح اكيد لا عايزه ترتاح لا معلش مين اللي يعمل الاكل والشرب فين الاكل يا تيتي هانم صح فين ده معلش ما هي مسميه نفسها كده ليه عشان ايه هو ده معرفش اقولها جنب مره واحده معلش محفظها بالعافيه اصلا فين ده ايوه بص استاذ علاء انا مع احترامي الكبير ليكوا لا الراجل عاوز يعرف نكد ولا قويه لا ثانيه هي الاندبندنت اللي انت بتقول عليها اوكي بقت اندبندنت ليه؟ ايه؟ عشان لوحدها اي عشان مين اللي خلاها لوحدها؟ هي خلت نفسها لوحدها ازاي؟ معانا تليفون يا جماعه استاذ اسامه القاهره استاذ اسامه الو السلام عليكم تفضل الو تفضل انت معانا تفضل يا استاذ اسامه انا سامعك استاذ اسامه طيب الاتصال قطع كنا بنقول ايه مش هي شايفه بقى نفسها القويه المستقلة اللي مش عارف بقت ايه بقت قوية ومستقلة ليه؟ مش عشان الذكر بقى هو الومن دلوقتي؟ ازاي؟ لا 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 يا لا 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 ولا عمره هيحصل لا لا لا, 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 لا الست دلوقتي من قبل ما تتجوز لا, لا, إيه لا انا عايزك تشتغلي ماشي نزلت تشتغل لا انا عايزك تساعدي في مصاريف البيت نزلت بقت تساعد في مصاريف البيت ترجع بقى من الشغل عايزينها بقت خدامه وتروح تودي الولاد المدارس وترجع توديهم الدروس وفي الاخر خالص تبقى صافي نار قاعده لك في البيت الكلام ده بتقوله ده انا مستغرب وفي الاخر خالص عايزينها يعني عايزينها تبقى ايه
يعني هي الاند مانتل دي تبقى ايه يعني؟ ما هو لما يبقى راجل وقتها هي مش هتبقى اند مانتل. لا معلش بقى، هو راجل معلش، هو راجل في كل الاوقات. ليه؟ ما هو راجل بالاسم، راجل في كل زمان وفي اي وقت. معلش بقى، خلينا نقول بس باختصار، فين الراجل ده دلوقتي؟ هي خروجها فعلا، خروج المرأة، خروج المرأة فين الراجل لميدان العمل ده خلى فيه فعلا حمل كبير عليها، على اعصابها وتعرضها لمواقف كتيره سخيفه بره البيت. يعني انت شايف ان الشغل هي هو العمل ده؟ ما انا عايز اقول، لا الراجل عايز يبقى نكدي ولا الست عايزه تبقى نكدي. طيب بس هو ايه اللي بيخلي ده يحصل؟ انا اتصلت تاني. طيب استاذ محمد، استاذ محمد ازيك يا سعداء؟ الحمد لله يا استاذ محمد، اتفضل. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. انا عجبني البرنامج والله، وعجبني الضيوف، وعجبني الموضوع بتاع الحلقه. حبيبي حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يخليك. استاذ محمد، احنا كنا بنتكلم عن النكد بالتحديد، يعني هو اصل موضوع الحلقه عن هو وهو وهي، لكن احنا ماسكين دلوقتي في النكد. مين اكثر نكدا، الراجل ولا الست؟ الست طبعا. الله يفتح عليك استاذ محمد والله. خلي المدام بتاعتك يا استاذ محمد نسالها مين اكتر، الراجل ولا الست؟ هتقول لك الراجل، يعني هو لازم الراجل هيقول الست والست. لا بس انا بس استاذ محمد شكله كده من صوته حقاني، يعني انا يعني حاسس كده من صوته. او شكله المدام مش جنبه يعني. المدام مش قاعده جنبه عشان كده. استاذ محمد انت منين قلت لي؟ لازم تدافع عن نفسك وعننا بالمره. معانا اتصال تاني يا جماعه. استاذ احمد، اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا استاذ علاء؟ الحمد لله تمام، اتفضل. البرنامج بتاعك يعني يا ريت يكون في الاسبوع 3 مرات. ربنا يبارك فيك حبيبي، ربنا يخليك يا رب. يعني كل يومين كده، احنا بنستنى من جمعه وجمعه كده مسافه يعني. حبيبي ربنا يخليك. استاذ احمد، مين اكثر نكدا، الراجل ولا الست؟ الصراحه ايوه بامانه يعني هتطلع ايوه. الراجل طبعا. الله يفتح عليك يا استاذ محمد. يا استاذ احمد، استاذ احمد عندك اسباب للنكد ده؟ الراجل عندك اسباب، عندك اسباب؟ اه طبعا. ولا هو التكوين كده يعني؟ يعني هي كده طبعا، التكنولوجيا، النت والتلفزيون والكلام ده كله، هو اللي فتح لنا الراجل على العالم الخارجي ده كله. لا هو اللي فتح عينين الست على النكد يا استاذ احمد. سيب الراجل يتكلم بقى. قال لك والله الاسباب الحقيقيه. انا سايبه والله. اتفضل يا استاذ احمد كمل. انا برجح يعني، انا برجح ان الراجل يشتغل، الست تقعد في البيت مع العيال. يعني الست تقعد في البيت تربي العيال والراجل يطلع يشتغل. ما هو الراجل بيطلع عينه بره ويرجع المفروض في البيت يتبسط. اول ما يرجع بقى تحكي له بقى العيال عملوا كذا وبتاع. صح؟ صح. طيب. شكرا استاذ احمد، شكرا. انا مش عارف ايه هو تناول الموضوع من وجهه نظر صح يعني ازاي الراجل مش نكدي، مش عارف يعني. انا عن نفسي مستغرب، واضح ان كل المؤشرات ابحاث بريطانيه، ناس اجانب، هنجيب ناس على التليفون، هجيب ناس منين تاني يعني؟ مش عارف يعني انت يعني موقفك الصراحه يعني مش طب بس يعني انت مقتنع ان الست هي اللي نكديه؟ هتطلع نكد دلوقتي عليك. طيب انا عايز اقول لك على حاجه في الوفاء. ايه في الوفاء؟ مين اوفى، الراجل ولا الست؟ احنا خدنا خلاص مين اكتر، مين نكد اكتر. طب مين اوفى، الراجل ولا الست؟ انت شايف ايه؟ والله خايف اقول الراجل، تفكر تقول عليا مرحب. راجل مين ده؟ الراجل مين ده اللي اوفى؟ شوف سعلاء الراجل. لا 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 والنبي لا بجد، مين اللي اوفى؟ خلينا نقولها بشكل تاني، هي الست مشاعرها اقوى من الراجل. بيقول لك اوفى. لا خلينا، ما هي أوفى. ما هي بتدخل أوفى. مين الخايل؟ من خايل ولا ست؟ انا مالي بتكلميني انا ليه؟ يعني هو انت مش سمعت استاذ احمد بيقول لك ان التكنولوجيا والفيس هاي. وي 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 ده ليه؟ ده ليه حضرتك؟ بيثبت لك ايه؟ ايه انا مش فاهم، انا عايزه ايه؟ ما هو ايجابي ده هيقول لك مين اوفى. ما هو بيقول لك يعني التكنولوجيا والحاجات هي اللي خلت الراجل تتفقف. ما هو زي ما هو ماسك تليفون، هي ماسكه تليفون يعني، هو ماسك تليفون لوحده. هي مش هتروح تخون، هو هيخون والله. متأكدة من اللي أنت بتقوليه ده؟ لا أنا مش أنا عن نفسي مش متأكد. بص يا أستاذ علاء بقى، أنا افتكرت حاجة بخصوص موضوع مين أوفى ده، عايز أقول لك عليه. معانا تليفون يا جماعة؟
ناخد هبه وانا هحكي لك القصه بالظبط. هبه معانا؟ منورين. عليكم السلام، اتفضلي. وعليكم السلام، منورين. بنوري اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا رب، اتفضلي. على فكره مفيش حاجه اسمها الست نكديه او الراجل او الراجل نكدي، هو الموضوع بيفرق في الشخصيات. يعني ده مش مقياس، يعني ما تتحسبش كده. يعني على حسب الشخصيه اللي قدام منك او على حسب توافق الست او الراجل. لا معلش، في ستات فرفوشه. ايه؟ اه طبعا. لا في ستات أكيد. فرفوشه هم كلهم. الراجل يرجع من بره. ما بقتش فرفوشه غير لما في متصل الطلاق. عارفه انت فرفشني يا بدلاوي؟ ما في كده يعني، وما فيش. اه المدام بتتفرج على الحلقه دي هنسلمك تسليمه يا هادي. يعني مش متجوزه خالص. تمام، بس انا بتكلم من صوتك كده فرفوشه ولا نكديه؟ طب الاول الراجل هو متفتح وساعات الست بتبقى متفتحه. انت هتبقي انت في شخصيتك في تكوينك ناويه تبقي نكديه ولا فرفوشه؟ لا عن نفسي انا بقى فرفوشه جدا. يعني انا هنكد عليه ليه؟ ما انا هنكد عليه، هنكد عليا. شوف العقل، والله ربنا يكملك بعقلك ده، عشان بس لسه يعني ده من بره. معانا تليفون تاني، محمد. الو علاء. اهلا وسهلا استاذ محمد، اتفضل. اخبار حضرتك؟ ممكن بس تديني مساحه شويه ان انا اقدر اتكلم بصراحه شويه؟ معاد دقيقه كامله اهو، يلا. ماشي، انا بعتقد ان ملكه البيت هو الست وليس الرجل. الله يفتح عليك يا استاذ محمد، كلامك مظبوط والله. بامانه ده حقيقي. بص احنا كرجاله ممكن الواحد يروح يشتغل ويطلع عين اهله في اليوم كله، اخر النهار بيروح البيت عايز واحده في وشه تضحك، ده الطبيعي. تمام كويس. لكن لما بمجرد ما يدخل البيت لقاها مش عامله اكل، يلاقيها تقعد مدياله وش وبيتلكك برضه، يعني في اوقات بيتلكك فيها على اي حاجه. بيتلكك؟ لا في حاجه كمان انا هكلم حضرتك بصراحه. اتفضل. في برامج مدمره الدنيا خالص. يعني في برامج انا مش هذكر اسماء بحكم ان انا كمان شغال في، يعني بالمناسبه شغال في الاعلام. تمام. بس في برامج فعلا على قنوات معينه، وفي يعني ناس بيطلعوا يتكلموا. تحريض يعني، تحريض. تحريض؟ الا تحريض، ده بيتدمر البيت. يعني احنا بنناقش الموضوع بس فكاهي شويه، نضحك شويه بتاع، لكن مش يعني بعيد. تمام. هتقوم تحرض الست على الراجل، فاصبح الست اصلا ما عندهاش حته. عارف حضرتك امهاتنا؟ تمام. ده مش موجود، يعني امي وامك وام ده ما عادش موجود دلوقتي. دلوقتي البنت دلوقتي اهم حاجه عندها الميك اب، اهم حاجه عندها لبسها، اهم حاجه عندها خروجاتها. خلي بالك ده برضه مهم على فكره استاذ احمد، عشان باباك ومامتك باباك زي وجدك وجد جدك ما بقوش موجودين برضه دلوقتي. يعني هو بس عشان ما كانش عندهم يعني ميك اب، يعني في الوقت ده ما كانش عندهم ميك اب وحاجات زي كده. واعتقد ان الرجل دايما عاده، يعني هو الرجل هو طبعا هو صاحب البيت وهو المفروض اللي بيصرف على البيت، كل واحد ليه التزامات وكل واحد فيه حقوق وفيه واجبات. تمام. احنا متشكرين خالص استاذ احمد، متشكرين خالص. انا بس عايزين نرجع لحته. يا جماعه نستنى شويه على التليفونات. انا كنت عايز ارجع لحته الوفاء. كان في قصه معروفه قوي يعني مشهوره. اللي هو ايه؟ كانوا عملوا فريق، يعني فريق اجنبي حب يقيس معدل الوفاء ما بين الراجل والست، مين اوفى الراجل ولا الست. فراحوا جايبين راجل وست، وجايبين الراجل الاول قال له احنا مراتك في الاوضه دي وقافلين عليها، واحنا هندي لك مسدس. واحنا هندي لك مسدس لو قتلتها. ايه دي؟ ايه ده؟ قصه طبيعيه. اسال عنها على فكره. معدل ده؟ لا مش معدل، دي نقطه اصلا. هنضحك على بعض في المعدل ده برضه. لا 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 ما تخليش النكديه تطلع لك دلوقتي. ايوه انا معاك. نكته على فكره، ما تضحكش على الجمهور. لا نكته ايه على فكره؟ والله نكته. دي قصه واقعيه يا ابني، نكته والله. نسمعها ونخلي. ما هي في الاخر خالص هي اللي هي نكته فعلا. فقال له ايه؟ قال له هدي لك مسدس وتدخل الاوضه وتقتلها وتاخد 5 مليون دولار. تمام. دخل الاوضه بعد 10 دقائق طلع يعني بيعيط وكده. فقال له ما قتلتهاش ليه؟ قال له انتوا عايزين اقتل حب حياتي اللي تعبت كتير على ما اتجوزتها. انا ولا كنوز الدنيا. ولا كنوز الدنيا وكده. وما رضيش يقتلها. تاني يوم على طول جابوا مراته قال لها بصي احنا معناش غير 1 مليون بس، مش 5،
معناش غير مليون واحد بس، وهتخش على جوزك دلوقتي تقتليه. بعد 10 دقايق سمعوا بقى تكسير وتخبط طلعت قالت لهم ايه بقى؟ قالت ايه ده؟ انت كنت بتعملي ايه جوه؟ قالت لهم ما المسدس طلع لعبه فاضطريت ان انا اخنقه. فده يا جماعه لا 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 قصه واقعيه جدا. خليني ارد على السؤال حضرتك في الاول، مين اوفى؟ الراجل ولا الست؟ مين مش هنقول الراجل ولا الست. هو بص هو انا شايف ان الاوفى يعني معنى يعني ارتبط دايما الوفاء بالكلب صح؟ لا 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 خليني اقول لك. بص هقول لك ليه، هقول لك ليه يعني ليه دايما الكلب اوفى الا لو كان من الكلبه كلب ولف يعني. وليه دايما الاسد عنده وفاء عن طيب مش الصلاه اتفضل تمام. فدايما انا شايف ان دايما الاوفى بيبقى هو المذكر الكلب. ليه كده؟ يعني هو شبهكم لا 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 انا بتكلم من الوفاء دايما دا. الوفاء دايما عند الطرف ال مش عارف ليه الحته دي عايز اعديهم. بص يعني ما اقتنعتش بيها والله. زي النكته بالظبط. انا وعمال وفرحانه قوي. كنا بنقول ايه بقى قبل الحته دي؟ النكته. لكن انا منطقيا انا رايي بعيد عن الهزار والضحك الست اوفى. ده حقيقي الست اوفى. طب انت عايز انا شايف ان الضغط النفسي والعصبي عليها اكتر. لا انت بجد عايز منطقيا؟ مفيش حاجه اسمها ست ولا راجل، في حاجه اسمها شخصيه. دي بتعاند نخره. لا بتكلم لا ما انت بص انت من اول ما انا دخلت قلت لي انا عايزه اطلع العقل اللي جوايا. انت مش راضي. انا عايزه اطلع المنطق. بجد كل حاجه على الشخصيات كلها من ناحيه الغدر والخيانه والوفاء والكرم وكل حاجه. تمام. دي شخصيات من الجنسين. مفيش حاجه اسمها راجل وفي حاجه اسمها ست. في حاجه اسمها شخصيه ده كذا وشخصيه دي كذا. في انا مقتنعه مليون في الميه ان الكل سواسيه على حسب ايوه تربيتك انت طالعه ازاي. الحمد لله انا متربي يا استاذ علاء. احنا متربيين. لا هو كلام حضرتك يعني اكيد مش عارف جايبه الحاجات دي منين. اكيد صح. وبيتاثر الشخصيه دي بتتاثر مش بالتربيه بس بالخارجيه برضه بالظروف الخارجيه بالشغل صحيح. بالحياه بالمشاكل بس اللي بيتعرض لها بالتجارب اللي بيدخلها. احنا قلنا الست اوفى. لا على فكره في رجاله برضه هي اكتر اكثر عصبيا شويه واكثر عاطفه من الرجل. وده اللي يمكن بيخليها في بعض الاوقات بتبقى محتاجة اهتمام وحسيس معينة بشكل معين. حاليا بقى انا اللي شايفاه يعني أيوة. ده مش موجود اغلبية المجتمع المصري أيوة. بقوا الرجالة هم اللي عندهم حتة المؤمن. والله العظيم يعني هم اللي عايزين حنان واخوات حنان معنا تليفون تاني حنان فيه يا جماعة. طب يا جماعة احنا خدنا الحنان وسبناكم عامل ايه اقول تيت يعني على كل كلمة وسبنا يعني وسبنا الاندبيندنت. استاذ خالد معانا تليفون. استاذ خالد. استاذ خالد. ايوه استاذ علاء اتفضل. السلام عليكم. حضرتك زي العسل والله. الله يبارك فيك حبيبي الله يخليك. اتفضل استاذ خالد. احنا في حرب ما بين الستات والرجاله من زمان قوي. شايف لا. السبب فيها مين؟ مين عصب اكتر؟ مين بيزعل بسرعه اكتر؟ لا هو الراجل ممكن يكون عصب اكتر بس الست هي بتزعل بسرعه اكتر. الست بتزعل على اتفه حاجه. طيب يا استاذ خالد. نعم. الست بتزعل على اتفه حاجه ولا لازم ولا حاجات تستاهل؟ لا يعني لو 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 نسيت عيد ميلادها لو نسيت عيد ميلاد مراتك. لا ما بقدرش والله ما بقدرش انسى عيد ميلادها ولا بنسى ولا بقدر. ده هي حبيبتي حتى يعني بس هي غريبة. فعلا الستات نكديه حتى احنا كلنا بننسى عادي. حتى الراجل اللي قاعد معاك والله بس زي العسل ازاي. وحشه وبص الست بتعمل معانا ايه. الله الله يبارك فيك يا استاذ خالد. شكرا خالص. شكرا يا استاذ خالد. ما تقلقش يا استاذ خالد احنا موجودين ما تقلقش. طيب استاذ اسامه معانا. ايوه باشا. يا باشا اتفضل. عامل ايه يا استاذ علاء؟ والله العظيم احلى برنامج شفته في حياتي. الله يبارك فيك حبيبي ربنا يخليك يا رب. هم بيدوروا عليه بابره يا استاذ علاء. نعم. بقول لك الستات بيدوروا عليه بابره بينكشوا عليه بابره. النكد تقصد بيدوروا على النكد. ايوه بيدوروا على النكد بابره. انت متجوز يا عم خالد؟ ايوه متجوز. المدام جنبك. والله على سن. انت شكلك مزنوق في خانه ال 18 يا استاذ. هم بيدوروا
النكد بابره. لا لا لا، لكن المدام جنبك ولا لا؟ لا والله جنبي. والله جنبك؟ ده انت مفتري بقى. جنبي كده اندبندنت ومانو. اه والله. انت قلبك جامد قوي والله. والله العظيم، والله العظيم يا استاذ علاء بيداروا عليه بابره. يعني بص يا استاذ خالد، ده ليه يعني؟ ده ليه؟ انت بخيل ولا ايه في الاحاسيس والمشاعر والحاجات دي؟ طيب عايزين نقول حاجه. مش عارف ليه مش مبسوط، مش هبصلها على فكره. اعتقد ان لو الست على حق كان لقينا اتصالات من ستات كتيره. صح ولا انا غلطان؟ لا، ستات نايمه دلوقتي عشان هيصحوا الصبح يروحوا مشاغلهم، علشان هم عندي بنتي تومان، عشان مش لاقيين الرجاله اللي تصرف عليهم. يا استاذ علاء، الراجل جفف مشاعره واحاسيسه هو اللي بيخلي الست لا خالص، ما اعتقدش انه بيبقى عنده مشاعر. نتن الراجل زي كده نتن. لا مفيش حاجه اسمها انت تقصد جفاف في المشاعر ولا بخل في المشاعر؟ يعني هو عنده مشاعر وحاسس بس مش هطلعها. نتن عارف يعني ايه نتن؟ لا ما اعرفش، عرفيني حضرتك. يعني يعني بص، يعني قلته في الدنيا اريح. هو نتن على نفسه كمان. مش عارف انا كلامه انا بيعصبني، وعارف يعني ما هو التعبير صعب شويه بس نتن. يعني احنا بنتكلم على نتن على نفسه، ونتن على مشاعره، ونتن على نظافته، ونتن على كل حاجه. مدام علاء، مدام علاء ازاي؟ مدام اتفضل. ده تكون المدام بتاعتي. ايوه فرفوشين احنا صاحبي. اتفضل. ازيك يا استاذ علاء؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. معلش اصلك انا فرفوش قوي انا ومراتي. الله يبارك فيك. يا رب دايما. يا رب دايما يا عم. صديقي انا، صديقي. يا رب يا رب دايما، ربنا يسعد ايامك. حبيبي حبيبي اخويا، انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. وحشني. الله يبارك فيك، تعرفني شخصيا بقى. انا علاء بريجع. اهلا وسهلا استاذ علاء. حبيبي الله يبارك فيك يا رب، ربنا يخليك. حبيبي استاذ علاء، ايه الراجل جفف مشاعره واحاسيسه للست عشان كده هي نكديه عليه؟ يعني ما بيقولهاش كلام حلو؟ لا 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 طبعا، لا بنقول طبعا احلى كلام طبعا. يعني انت بتقول كلام حلو؟ اه طبعا. وعشان كده النكد عندك قليل ولا نسبي يعني؟ لا الحمد لله نسبه صغيره. ربنا يسعد ايامك يا ابو علوه. شكرا حبيبي يا استاذ. شكرا خالص، شكرا. منور الدنيا يا استاذ. شكرا حبيبي، شكرا. نعم ابو قاسم. ابو جاسم اتفضل. اتفضل ابو جاسم معاك. اهلا وسهلا ابو جاسم، اتفضل. بالنسبه للوفاء مفيش اوفى من الست. تمام. الست استحملت معاه كتير، اللي معايا انا مش بتكلم على باقي الناس. انت منين يا استاذ ابو جاسر؟ انت منين؟ نعم انت منين؟ منين؟ انا من مركز ملاهم حفاظه المنيا. تمام بلدياتي يعني. يا باشا احنا بنتصرف فيك. المدام جنبك بقى. المدام جنب طبعا، ما اقدرش. لا قول كده براحتك كده يا استاذ ابو جاسر، واتكلم بقى براحتك. حسن انا كويس جدا على فكره يعني، عشان جنبه. ممكن شهر اتنين ما نتنكدش، بندور على النكر عشان عايزين نتنكد. لا يعني تغيير من باب التغيير يعني. طبعا. يعني انا اقول لك ايه، مش عايز اقول لك ربنا يزيدك يعني، مش عايز. الله يخليك. ربنا يكرمك النهارده يا استاذ ابو جاسر. ماشي. وبدور على النكد عشان هو من كتر ما هو مبسوط يا عيني مش نفسه يغير. يعني نوع من يعني بيغير جو مع النكد شويه. طيب استاذة امل، لو جوزك جالك وقال لك كده، بس تجاوبي اجابه واحده، وقال لك كده ان حياته بقت كلها ملل، طريقه واحده بس او اجابه واحده بس تقوليها، تعملي ايه علشان تنقذيه من الحاله اللي وصلها؟ حاله ايه؟ حاله الملل. هو الراجل حاسس بالملل في بيته. ملل مني يعني؟ في بيته. في بيته ما يمل. ايه؟ ما يمل. طب ما انا ممكن ابقى ملانه منه، هو هيفكر ازاي بقى يرجعني للملل ده؟ يعني ايه؟ يعني انت لو مراتك ملانه منه. لا لا ثانيه ثانيه ثانيه، عشان هنتكلم بقى بالعقل، عشان انا يعني على فكره ماسكه نفسي من الصبح يعني يا جماعه، مش قادره، مش قادره اكتر من كده بصراحه. لو انت مراتك ملت من الحياه. انت بتساليني؟ انا ما تسالش على فكره، انا هتجاوب. هتجاوب عشان مش انت راجل دلوقتي، هتجاوب بلسان الراجل. ماشي اتفضل اتفضل. لو انت مراتك هي اللي ملانه
منك انت شخصيا. ايوه هتعمل ايه عشان تخليها تفكر؟ لا معلش انا فرفوش اهو. يبقى ليه هي بقى اشمعنى هي اللي تقعد تفكر وتدور وي وي عشان أيوة طب ماشي يرجع؟ اشمعنى يعني اسمعي هي بني ادم هي كمان؟ اسمعيني اسمعيني طيب، ما هو هو في اختلاف ما بين الملل هنا والملل هنا. تمام اسمعيني. مش مش بني ادمين اسمعيني. لا 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 ثانيه، ما هي حتى مش هو راح ست وده راجل. هو هو بمجرد ما قال لها انا عندي، انا شايف ان هو بمجرد ما راح قال لها انا عندي احساس بالملل في العلاقه في الحياه، ده في حد ذاته خطوه كويسه. فايه المشكله ما احنا الاثنين لما هي مراتك تيجي انت أيوة. تقول لك انا ملانه منك انت شخصيا. طب وايه المشكله؟ هتقول لها اتكلي على الله. ما اعرف انت ايه اللي مضايقك. لا انت مش هتعرف. ليه؟ انت تقول لها اتكلي على الله. لا 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 ما يعملوش كده ابدا على فكره. ده ده كان نص كان نص. انا بتكلم انا بتكلم عن ايه؟ عن الرجاله. الراجل الراجل ما يعملش كده. نسبه كام في الميه دلوقتي؟ احنا كتير على فكره، احنا كتير قوي. تعرفوا تعد بجد كام؟ روح اسال في محكمه الاسره قد لا وطبعا ايه يعني موضوع محكمه الاسره مشاكل وعلى ادفع الاسباب. حقيقي على ادفع الاسباب. ادفع الاسباب. انتوا عايشين فين يا جماعه؟ عايشين فين؟ موجودين في مصر. عايشين فين والله؟ صح يعني على ادفع الاسباب. على ادفع الاسباب والله. يعني الراجل اللي ما بيصرفش يعني على يعني عياله قبل الحلقه بيسال قبل عليه. الحلقه قبل الحلقه كنا بنتكلم عن حد هي شايفاه بخيل، بس لما اتحكى لي الموضوع هو مش بخيل عادي. يعني مثلا هي شافت كانوا مثلا في مكان وشافت نوع شوكولاته عجبها قوي، فقالت له انا عايزه الشوكولاته دي. طب اشمعنى الشوكولاته دي؟ يعني اشمعنى المره دي؟ يعني هو لو بخيل ما كان هيبقى بخيل من ساعه ما اتجوزته، صح ولا لا؟ هي المشكله حصلت كلها بسبب انت بتهزر يا علاء؟ والله بكلمك بجد. والله العظيم بتهزر. الموضوع وصل لمحكمه الاسره فعلا. يعني هي عايزه تتطلع عشان الشوكولاته. عشان الشوكولاته والله؟ طيب ماشي. هو ماشي واحده تافهه بنسبه كام في المية؟ شفت بقى؟ اسال على الباقي. اسال على الباقي. انا خايف اسال على انا اعرف اعرف حد كان سته بتدي للولد وهو رايح المدرسه المصروف. ايوه كان بيحطه تحت المخده بتاعته. كان باباه ياخد المصروف. ايوه وما يرضاش يديه لابنه. هي كانت بتشتغل؟ طيب ما كانتش بتشتغل، مراته يعني كانت بتاخد منه وتدي ال سته ست الولد عشان باباه ما بيديهوش مصروف. فباباه بياخد المصروف منه. دي حاله برضه يعني. دي حاله برضه. مش عايز حاله. مش علاء ما ينفعش نعمم. خلاص يا علاء ده انا على اخر. ما ينفعش نعمم زي ما احنا قلنا. فهو ما ينفعش برضه يعمم موضوع الشوكولاته. انا بص انا ما بعممش، انا على الحياد وباين قوي من اول الحلقه ان انا انا باين ولا مش باين؟ على الحياد ما ده حاجه انا واضحه، بس التليفونات الكتيره دي بيشتكوا قوي من موضوع النكد. يعني كل واحد بص تحس شهره. والله الست مشهوره بقى. طب يعني ده منطقيا احنا طول عمرنا نعرف ان الست في النكد اكبر. انا عندي اسباب. ما انا بقول لك عندك اسباب مقنعه. زي ما قلت اسبابي المقنعه ان الست عاطفيه زياده عن الراجل. خليني بس اكمل النقطه. فعشان هي عاطفيه عندها المشاعر يعني ما بتقدرش تتحكم فيها زي الراجل. الراجل ممكن يتحكم في مشاعره. ابقى متضايق منك بس بعرف اعمل كنترول. او ما تتكلمش دلوقتي. ده بيخليها لما مثلا بيبقى في اي مشكله عندها في حياتها ايا كانت. مش لازم يكون الراجل طرف فيها. من الولاد صحيا، تعب، مشاكل في شغلها. ده بيخليها عايزه ده بيخرج على ملامحها وعلى شعورها. انا رايي وبيغطي على كل الجو. طيب انا 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 عندي سبب تاني وسبب اتفضل. وشايف ان هو ده بنسبه كبيره يكون ده سبب. الست بتكون دلوقه ابوها واخوها وبتكون دلوقه البيت قبل الجواز. اقسم بالله انتم عايشين في الدنيا. ايه وحياه ربنا انتم عايشين في الدنيا. امال ايه؟ طيب احكي لنا مين اللي دلوعه ابوها وما دلوقتي قبل الجواز؟ قبل الجواز بتكون دلعت ابوها، دلعت ابوها، ودلعت اخوها، دلعت مين ده؟ اذا كان نسبة اكتر نسبه من بتعيش على هذا الوضع. اكتر نسبه من الستات دلوقتي بتتجوز مخصوص عشان تطلع من جو الاسره وتحكم من جو الاسره. فين ده اللي دلوعه وسط جو الاسره؟ ده جو الاسره. انا هقول لك انت تقصدي بيه. حتى لو كان خانق عليها شويه فده لصالحها، صح ولا لا؟ يعني انا بنتي مش كل حاجه هقول لها. ايوه يبقى ما تقولش دلوعه. لا لا دلوعه. لا 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 دلوعه وليها حق ان هي تبقى صح ولا لا؟ انا اعرف ناس، انا واحد من الناس، انا بناتي مدلعهم. فانا يعني انا اعرف ناس كتيره جدا
بنفس الحاله دي بيدلعوا بناتهم جدا، ولما بيروحوا البيت البنت بتشتاق شويه لحنيه ابوها اكتر، وما اتعودتش على هو. على فكره لما ابوها كان بيقول لها اعملي لي حاجه كانت كان في نوع شويه من الرضا، لكن لما راحت البيت بقى في نوع شويه من الامر. صح ولا انا غلطان؟ لا انا مش مع حضرتك في النقطه دي. انا شايف برضو هرجع اقول ان هي كيان وليها مشاعر وليها احاسيس وعايزه في كل لحظه. معانا تليفون تاني. استاذ عبد الرحمن. استاذ عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. بقى علاء بيه. الحمد لله والله تمام، اتفضل. اخبارنا عليك يا فندم. الله يبارك فيك حبيبي، الله يخليك. انت متابع الحلقه من اولها؟ اه متابع الحلقه، انا متابع حلقاتك كلها طبعا علاء بيه. حبيبي شكرا خالص والله. طيب انت عارف احنا بنتكلم في ايه اكيد. اه يا باشا طبعا. احنا كلنا بنحبك قوي علاء بيه. الله يبارك فيك. مين اللي معاك ده؟ ده استاذ بلال صديقي حابب يكلمك. طيب احنا كنا عايزين نتكلم، احنا بنتكلم في النكد، مين اسرع؟ مين نكدي اكتر؟ والله يا استاذ علاء الموضوع ده مش يعني ما فيهوش حاجه معينه، هو الست بتبقى نكديه في اوقات والراجل بيبقى نكدي في اوقات. اه لكن الست تقدر تستغنى عن الراجل ولا الراجل يقدر يستغنى عن الست؟ لا ده امر طبيعي، لكن المعتاد انهم بيقولوا ان الستات نكديه اكتر. ده اللي مشهور. اه ده المعروف في المجتمع المصري. لكن ده مش حقيقي. في راجل بيبقى نكدي اكتر من الست. اي 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 مظبوط. في راجل بيبقى فرفوش متجوز حضرتك يا استاذ بلال؟ متجوز مين؟ لا 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 ما خاطب. اه خاطب. اه برضه في يعني تحس برضه لسه ما جربتش. يعني بص ده يخاف يتكلم لحسن مثلا ايه. لا 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 هو لسه عايش حاله الرومانسيه والحياه الورد. هيتفاجئ. هو هيتصدم. معنى كده انك موافقه ان الست نكديه اكتر؟ شفتي؟ لا انا هو هيتصدم من الحياه الزوجيه. طلعنا اعترافه. هيتصدم من الحياه الزوجيه مش من النكد. ما هو قال لك هو الست في اوقات نكديه وانا مقتنعه بده. كلنا كده. ما احنا انا لسه قايله لكم هي شخصيات. في وقت بيبقى البني ادم فيه مش طايق حتى نفسه يا جماعه من الضغوط اللي حواليه. لكن الست في على فكره الست انا لسه كنت عامله فيديو عندي على البيدج موضحه الحته دي. الست لو اتعاملت مع الراجل على اساس ان هو بيبي لسه بتغير له البامبرز. طب ده اسمه كلام برضه. يعني ده اسمه كلام نمشي يعني طب دلوقتي ولا ايه؟ والله يعني وهي هو نفسه لو اتعامل معاها في كل الحالات بعد كده على انها بنته. على انها سوكا. سوكا بتاعت زمان في الفيلم. انا مش عارفها يعني بس هو بص سوكا اللي كانت منكوشه شعرها ومش عارفه ايه وخدت فوق دماغها وخدت. هي هبله. الست مانشيت هبله. بتطلع بكلمه وبتنزل بكلمه. تمام. انتوا مش قادرين تفهموا ده. الست بكلمه واحد عارف لما تقعد تهلل وتزعق وتكسر مش عارف ايه. لا يا حبيبتي وحشتيني عامله ايه كويسه تعالي خدها في عمرك. وخلص الموضوع. خلص الموضوع يا جماعه. هيخلص الموضوع. خلص. الروشته دي مهمه جدا. والله هيخلص انتوا اللي مش قادرين تفهموا. هي بكلمه هتنسى كل ده وعارف هتقعدك شهر ما نتكلم. يعني هو اللي هتقعدك شهر من غير نكد. والله شهر. فكرتني بالنكته اللي كانت الراجل والست على طول بيتخانقوا فقال لها يا حبيبتي مش كده يعني لازم بالراحه مش كله خناق ونكد نكد. يعني خلي في يوم كده في الاسبوع للنكد. طب يوم ايه؟ يوم الخميس. فبقت طول الاسبوع ساكته ما بتتكلمش خالص وجات يوم الاربع شافها بترقص فيه قالت لي بكره النكد بكره مبسوطه. بس فعلا هي احنا الاثنين راجل او ست كلنا بنمر في حياتنا بظروف صعبه واوقات صعبه بنبقى محتاجين حد يحتويك. لو الحد ده ما احتواكش بقدر درجه قربه منك انت بتبقى متضايق منه فبتحاول تلفت نظره. طب انت ليه ما عملتش ده؟ طب وانا ليه ما كنتش موجود لما انا كنت محتاج لك؟ فده ممكن يتفسر ان ده نكد على حسب العلاقه اللي بيننا. طب يعني هي حلتها بان الراجل يتعامل كبيبي ولا الست تتعامل كبيبي؟ الاثنين. حتى هو لما اصل حضانه بقى هي في البيت يا جماعه والله الجنسين نفسيا واحد. مفيش حاجه اسمها دوت يقدر يتحمل ولا هي تقدر تتحمل. الاثنين واحد. هو بعصبيته كل ده من الضغوط اللي عليه عايز اللي يطبطب عليه بس
هي نفس النظام، عايزه اللي يحتويها. بكلمه الدواء تخلص الحرب، هتخلص الحرب يا جماعه والله، تخلص لمده شهر هدنه كده ولا ايه؟ ايوه بالظبط. ولا ترجع تستمر تاني؟ لا ما هو هترجع تستمر لما هو يبطل الطبطبه دي. انت عارفين في اسباب كتيره قوي بيكون فيها نكد، حلها الوحيد الوحيد زياده مصروف حلها، وفي بعض خروجه بالليل عشوائيه خروجه وفي بعض الستات هديه كلمه حلوه. عارف انت لو هي بتتخانق معاك في عز خناقها لا ادخلي البسي عشان نخرج بس، وحياه ربنا خدي البسي بس عشان نخرج، تعالي اشتري لك حاجه. فاضيين احنا بقى نشتري يا عم علاء يا عم الشوكولاتايه اللي الست راحت رفعت عليه قضيه. المشكله لو هي عرفت ان ده الحل بعد كده هتقعد كل يوم بقى عايزه شوكولاته بقى تنكد عليك برضو النكد هيزيد عشان الشوكولاتات تزيد. انت عارف ان في ستات كتيره قوي يعني ما تشبعش غير لما تاخد الفيزا منك بقى، هي تضرب براحتها يعني، بقى هي بقى اللي تسحب وتبقى تدي لك بقى. هو انتوا عندكم فيزا؟ الله اكبر. انت عندك فيزا ملا؟ عندي ثلاثة يا فندم. ما عنديش فيزا. يلا اطلبي منه كل يوم. طيب يعني لو 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 احنا اتكلمنا في مشكلة النكد خلاص احنا متفقين ان الست اكتر. تمام. صح؟ اتفق براحتك انت. انا متفق، انا متفق معاك يا استاذ علان. الست براحتكم، هو لازم الراجل اللي هيتفق يتفق براحتك. الوفاء الست اكبر. الست الوفاء الست اكبر. الست اكبر واكتر بكتير جدا. من هي النسب دي مين ثبتها؟ انا لسه عاملها دلوقتي ومقتنع بيها. اتفقوا عليا. وبعدين احنا مش هنخون الراجل البريطاني. أيوة انا على فكره ما اخونش اجانب ابدا عشان تكون عارف، اقتنع بشغلهم، شغلهم نظيف. هو نفس الراجل دوت اللي قال لك على موضوع النكته اللي انت افتكرتها بالنسبه برضه. هو نفس الراجل؟ لا لا ده راجل تاني. طيب الغضب. لا الراجل معانا تليفون. معانا تليفون يا جماعه. معانا تليفون يا جماعه. معانا هوا. ايوه معانا هوا. اتفضل اتفضل. طيب ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي اتفضلي. ايوه اتفضلي يا فندم اتفضلي. ايوه سامعني كده؟ ايوه سامعك كويس. علاء تفضلي. هو مش نكديين خالص يعني زي ما قال عندك كده. لا احنا فرفوسين خالص ومش نكديين يعني. كم واحده حضرتك؟ كم واحده؟ احنا الستات عموما مش نكديين. لا كام ست في البلد فرفوشه؟ لا كلنا ما فيش حد. كلنا ايه يعني؟ لا يعني بص عدي لي كده ما يعدل مثلا ميني باص ميكروباص يعني عدد كده على صوابع كده عدي لي مثلا. ما نتعدش. لا يا ستات ما نتعدش. ما تتعدوش، انتوا كتير قوي. احنا كتير قوي هنخلص عليكم. هي دي اللي بيسموها الحرب البارده. طيب الاتصال قطع، شكرا خالص. الحمد لله انه قطع قبل ما تكمل. معانا تليفون تاني. ام لدينا. ام لدينا خط قطع، خط قطع. خلينا نسال سؤال بقى جديد. مين طيب. اجمل الراجل ولا الست؟ مين اجمل يا استاذ علاء؟ الراجل. بس محدش يقدر ينكر على راي الله يرحمه احمد زكي في الاغنيه المشهوره بتاعت هو وهي. ما تنكريش ان الطاووس اجمل من الطاووس. اي ايه الكلام المنطقي ده؟ اقسم بالله انا والله كلامك منطقي جدا جدا جدا. مأمرت الكروش الممدوده وسط كوم رجلين المسلوعه والشرطات. طيب علشان هنختم ماشي. كلمه اخيره للراجل. اسيبك انت اللي تقول للراجل. اوكي. ولا كلمه اخيره تقولها للستات نعكسها. كلمه اخيره تقولها للستات وكلمه اخيره تقولها للرجاله. اوكي عم علاء بسرعه. زي ما انتم محتاجين حد يفهمكم ويحتويكم ويسمعكم، احنا برضو محتاجين حد
واحده تكون قريبه مننا في اللحظات اللي احنا محتاجين فيها ده. ايوه لحظات حرجه يعني. لكن لكن والنكد هينتهي والخناقه لكن لو هينتهي. لو هتقول واحد اتنين تلاته معلش مفيش. اهتمي بنفسك اكتر، اعرفي جوزك اكتر، اعرفي محتاج منك ايه وامتى. تمام. امتى يقدر يسمع، امتى مش قادر يسمع. تمام. والدنيا بتمشي. تمام. الشغل معترض على وجودها في الشغل؟ اكيد طبعا، لان وجودها في الشغل ده بيأثر على كل حاجه. لكن مش ضد، مش يعني ما لا ما يعني انا مش حابب ان ده يبقى حاصل، لان من ساعه ما دخلت الست سوق العمل وكده بقى كل الضغوط دي بتحصل هي. لو ارتاحت ومشيت الحياه زي ما ربنا عايزها. البيت مش ملل، البيت الوقت كله ماشي. ما هي ممكن تشغل نفسها بحاجات كتيره وتعمل انشطه وتشتغل برضو، بس طول ما الشغل ده مش مؤثر على بيتها خلاص. تمام. امل، ايه تصريحات المثيره؟ واحد اتنين تلاتة للستات للرجاله سوري. زي ما انتوا عايزينها هي تهتم بنفسها، ايوه انتوا كمان لازم تهتموا بنفسكم. اتنين، مش لازم يبقى قاعد طول النهار والليل النظره واحده. يعني انضفوا شويه لو سمحتوا. انضفوا. العين تعبتنا وحياه ربنا بجد والله العظيم. احنا تعبنا. كمل. بس كل حاجه هتخلص والله. احنا بس. احنا ما عندناش يعني. مانع. وهنوجه مشكله الواضح ان هي بص مدبوطه. أيوة. والله جايه ومدبوطه. يعني هي بص هي جايه النهارده يعني عايزه تفش غلها. ايوه في حاجه يعني ما اقول لك بجد واحد. يا جماعه انا بطلع في برامجي واحده عقله، هم قالوا لي اتجنني النهارده. شكرا لكل الناس اللي بتتابعنا، ويا رب تكون حلقتنا عجبتكم. استنونا ان شاء الله باذن الله كل يوم جمعه في نفس الميعاد. تصبحوا على خير.